الزميلات وزملائي الأعزاء، إلى كل المتضامنين مع شعبنا الفلسطيني، هذه رسالتنا لكم من الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين. نخاطب فيكم ضمائركم، نخاطب فيكم إنسانيتكم في وقف هذا الإجرام وهذا القتل للأطفال، للنساء، لكبار السن، لوقف آلة التدمير التي يقوم بها هذا الاحتلال الإسرائيلي. الواحد بنى أحلام، بنى طموحات، خلاص هجت تدمرت وراحت وخلاص، يعني إنه ما لو بدنا نرجع على مدرسة فيش مدرسة، وين بدنا ندرس؟ حيكون صعب. العام الدراسي عنده خلص، مش ضايل له غير أكم من شهر بس، يعني في شهر 12 حيمتح له التجريبة. إيش ضل بعد التجريبة؟ النهائي، فخلص ولا تجريبة ولا نهائي. احنا بقينا في صف سادس، أجت الحرب بطلنا نروح على المدارس بسبب الحرب وقصفوا المدارس اللي في بيت لهيا. حلمة ترجع المدرسة، ونروح نرجع على المدرسة وتصلح بيوتنا. قتل، تدمير لكل مظاهر الحياة في قطاع غزة، لم يبقى هناك شيء في غزة. التربية والتعليم لم تكن بعيدة عن هذا الدمار. هناك سياسة ممنهجة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تجاه تدمير كل مقومات الحياة، فكان استهدافاً واضحاً لقطاع التربية والتعليم. أكثر من 4000 شهيد من أبنائنا الطلبة، وأكثر من 200 شهيد من المعلمين والمعلمات، وأكثر من 7000 جريح من الطلبة أيضاً في قطاع غزة، و37 شهيد من الطلبة في الضفة الغربية. هناك أكثر من 260 اعتداء وتدمير للمدارس، هناك أكثر من 90 مدرسة قد دمرت كلية، وأيضاً المدارس المتبقية أصبحت الآن مراكز للإيواء. أنا إسلام الكولك، طالبة توجيه علمي. راحت السنة، يعني أحلامي كلها تضمرت وراحت، كنت بتمنى أنه أخلص توجيهي وأنه أبدأ على طول، يعني أخش الجامعة وخلص وأفرح زي كل سنين. قلت لو بدهم يكملوا لنا السنة مش حتكون فرحة زي كل السنين اللي فاتت، فيعني فيش لا أحلام ولا مستقبل ولا حاجة. هلقي أتمنى بس تخلص الحرب وخلاص ونرجع الشمال، هاي اللي بدنا إياه. بس أنا أولادي الآن بمرحلة تأسيس، عندي ولد صف تاني مفروض الآن بيبدأ، هو الآن بيقرأ وبيكتب، يعني أفضل مرحلة تأسيس المرحلة هاي. فالآن ابني الآن اللي 3 شهور تقريبا، حوالي شهرين ونص ما بدرس. طب طبيعي بدي ينسى كل العلم. أنا جبت الكتب وحاولت أدرسه، الولد مش قادر يستوعب من كتر الضرب والقصف. عقلهم في الحرب، متى بدها توقف الحرب؟ متى يا ماما صاروا يسألونا أسئلة في السياسة وفي الحرب؟ بطلوا يدوروا على العلم من الخوف. الاحتلال ما فرق بين لا جامعات ولا مدارس ولا بيوت، كله نزل في دمار، هدم كل إشي، حتى مستشفيات من جامعات مدارس، كل إشي تدمر عندنا في غزة. نفسي تخلص الحرب عشان أرجع على المدرسة، إن شاء الله تخلص الحرب. بتمنى يرجع أولادنا لمقاعد الدراسة، يدرسوا، نشوفهم حاجة كبيرة في المستقبل، مش في جيل فاشل. فيش إلا المدارس كلها راحت. طب على الأقل بدنا سنتين لما ترجع الآن يتعلم الطفل إذا ضلينا حياة. لقد سرق منا هذا الاحتلال كل شيء في قطاع غزة، سرق منا حياتنا، سرق منا آمالنا، سرق منا كل أحلامنا بمستقبل. الشعب الفلسطيني لا يريد شيء سوى حريته، لا يريد شيء سوى أن يحيا بسلام. هذا ما نريده، نريد حملة قوية وضغط حقيقي على كل السياسيين في كل أنحاء العالم من أجل وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني.